وهنقدر نفرز منهم قيادات المؤسسات الجاية، وهنقدر نضمن إن شبابنا يتبوأوا المسؤولية وهم في الثلاثينات والأربعينات. للأسف حتى هذه اللحظة إحنا بنبدأ نقص في أي شخص بعد 60 يمكن بعد 70 كمان. في حين إن تجربة جمال عبد الناصر كانت تجربة عظيمة أسست أسست الوطن ده وبنت مصر الحديثة، وهذا الجيل عبد الناصر الرفاعي كان عندهم 34 سنة لما قاموا بالثورة، 32 سنة تحديد 34 سنة. وبالتالي أنا عندي آمال عريضة إن إحنا نعمل تشريعات تبني دولة العدالة، تخلي كل واحد مننا له نصيب عادل في ثروة بلاده، تخلي كل واحد مننا يبقى ضامن إنه يتوظف من غير ما يروح يتوظف وحتى تخلينا نبقى ضامنين بناتنا تتفكر، تخلينا نبقى ضامنين ان احنا نتعالج في مستشفيات تليق بكرامتنا كمواطنين. انتوا عارفين ان حضرنا الفقير، الفقير لو عيش بلدنا بيموت، كلنا عارفين الكلام ده. عايزين الفقير لما يعيا يتعالج زي الفقير واولاده. وأرجو أن أكون واقف على فترة الشجاعة على أداء هذا الدور، لأن الدور كمان بجانب المقدرة يتطلب الشجاعة، يتطلب الناس اللي يستطيع يقول المسؤول أنت ظالم أنت مستبد. للأسف أصحاب الأيدي المرتعشة لو دخلوا في المجلس اللي متعودين يتأخروا وتأخروا مرة ثانية، أو اللي ناوي يتملص الحكومة بعد ثورة عظيمة زي بايخانا، يبقى مستقبلنا مش هيتغير. احنا محتاجين نائب يبقى شجاع عنده قدرة إن هو يقف في وش رئيس الجمهورية لو ظلم أو استبد. ده اللي احنا عايزينه. انتوا عارفين أنا أيدت السيسي قد إيه؟ لكن والله والله لو السيسي استبد لهذا البلد أو استبد للبلاد والعباد، أنا أول واحد هقول له أنت مستبد. وعايزين برضه في نفس الوقت يكون عندهم الجرأة والشجاعة ان يدافعوا عن مصالح الناس اللي انتخبتهم وشعب مصر كله وكل ثبات، ولا يهتزوا ولا يرتعشوا. احنا بنحنا من الايدي المرتعشة في كل عصر، موجودين اصحاب الايدي المرتعشة والشجعان برضه موجودين في كل عصر. عايزين العصر القادم نحتاجوا للشجعان، نحتاجوا للناس اللي بجد دخل هذا المجلس من اجل مصالح الشعب ده، وعايزه ترضي ربنا وبس. لا دخل عشان وجاهه، ولا دخل عشان تتشهر، ولا دخل عشان تكسب مصالحها على الحرام. عايزين الناس اللي هم فعلا تثقوا ان هم داخلين عشان يجيبوا لكم حقه، هم دول اللي يثقوه. الشعب المصري العظيم اللي عمل هذه المعجزات خلال الاربع سنين ويأسسوا دولة العدالة بجد. وبإذن الله أنا عندي أمل إن أنا آجي أزور أبو طرف البلد اللي أنا اتعلمت فيها في أعمالي وشلت الشخص على كتابي من الإعدادية لما كنا بنفتتح المدرسة الثانوية في سنة أول جمعة، رحت المدرسة الثانوية ودرست كلهم مروحة على حسابهم. وقالنا انتوا اللي هتشيلوا الثقه دي، انا مش هعطي الرجال عشان تشيل. مش انت كنا اخبار صغيرين في بلد مثلا من اثنين دول ثالثه اعدادي؟ لا 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 لا
اللي موجوده دلوقتي، احنا اول ثلاثة قعدنا على القصه بتاعتها واول جزء اتخرجنا منه. انا عمري ما حتى ايامي في البلد دي، لان انا ما بفرقش من القصه وتفصيلها خالص. ناس كتير قوي على فكره اللي بيقابلوني فاكرين ان كانوا قصه، لان كانوا قصه عمري ما كنت اعمل قصه. I'm
ترجع. وجينا هنا في مدرسة الفصوص الثانوية اللي اتخرجت منها ودخلت كلية الهندسة. لما رحت كلية الهندسة
زمايلي في لنا زمايل هنا كانوا في هندسه معايا يفكرون بالكلام ده وياكدوا على كلامي. انا رحت كليه الهندسه وانا تقريبا مكتمل الرؤيه وقناعاتي ثابته وراسخه ورؤيتي للحياه وانحيازاتي محدده، بقرا حاجات بحب حاجات. اقوى حاجه في الدنيا ان انت لقيت عندك حاجه تكرهها معاك حاجه بتكرهها، زي ما قال امير فؤاد حداد: منتاش عميق كفايه، منتاش عميق كفايه، لانك في النهايه منتاش عدو حاجه. انا طلعت من هنا عارف مين العدو، عارف الفقر هو العدو، عارف الاستبداد هو العدو. عرفت من هنا من كفر قصه من اساتذتي ومن الجو المحيط ومن اهلي، عرفت اشكل كل انحيازاتي من حد الفقراء، من حد كل قضاياهم القضايا الغلابه. لما وصلت كليه الهندسه دخلت اتحاد الطلاب ووصلت في باكبر موقع وهو رئاسه اتحاد طلاب الجامعه، وكان عندنا لائحه ضاربين كده بتحكم حضرتك الطلاب بتمنع حاجه اسمها اتحاد طلاب مصر. رحنا عملنا اتحاد طلاب مصر وسميناه اتحاد طلاب مصر الشرعي غصب عن اللائحه الطلابيه اللي كانت حاططها النظام، وعملنا اتحاد طلاب مصر ما بين كل جامعات مصر، وعملنا حركه طلابيه سميناها، يعني انا فخور ان انا كنت احد ابنائها. و كان في بجد ثراء في الحركه الطلابيه في الفتره دي في الثمانينات، وكان في اعلى درجه من درجات التنسيق منا وبين رؤساء الجامعات، وكنا بنطلع مظاهرات من اسكندريه لاسوان. يعني كنا لما نقرر نطلع مظاهره عشان سليمان خاطر ولا عشان اختطاف الظاهره الاسكندريه ولا عشان اكتفاء الاردني الفلسطيني، انا بتكلم كلام يمكن الجيل اللي فيه بعض شبابنا من الجيل اللي ما حضرش خالص الثمانينات، اتولد في الثمانينات او في السبعينات ما يسمعش عن الكلام ده. لكن كان في احداث كتيرة في الثمانينات طلعنا فيها مظاهرات من أجل الوطن ده، من أجل قضايا الغلابة. طول عمري أنا عارف أنا خندقي فين. أنا الخندق بتاعي هو خندق الحلم. الحلم بواقع أكثر جمالا، أكثر تألقا، حتى لو الواقع جميل أنا دايما بنشد الأجمل. هي ديت اللي أنا اتعلمته هنا في البلد دي. ان انا ما ينفعش اقول ليس في الامكان ابدع من المكان، هو اللي احنا فيه ده احسن حاجه ممكنه، لا، لو كان حتى جميله لازم احلم بالاجمل. فالحلم بالاجمل دايما بيخليك متصادم مع الواقع اللي انت فيه، فكنت متصادم مع النظام، صحيح. وكنت معرض للنظام، صحيح، لاني كنت شايف حاجات مش عجباني. وما زالت الحاجات اللي مش عجباني موجوده لغايه النهارده، بالرغم ان احنا عملنا ثوره عظيمه وبقالنا 3 سنين ونص الشارع سائر، الا ان احنا كل الحاجات اللي عانينا منها ما زالت موجوده. لو سالنا نفسنا ليه ما زالت موجوده هنقول لان الثوره هي علم التغيير. والتغيير ما بيجيش في غمضه عين، ما بيجيش بقرار سحري. خاصة ان اللي احنا بنعاني منه في حالة خلط شديدة جدا في الواقع. يعني ايه؟ يعني في 52 لما قام حركة الضباط الاحرار كانت المسألة واضحة جدا، كان في مجتمع 0.5% يملك ويحكم و 99.5% لا يملك ولا يحكم، وكان اهالينا الفلاحين كانوا حافيين، وكانوا يعني اي وزاره تيجي قبل الثوره عشان تكسب تعاطف الناس تقول مشروع مكافحه الحفاه. وكان المتعلمين قليلين قوي في كل بلد. والباقيين كلهم ما بيخشوش مدارس. وكان اقصى حلم للفلاح انه ياخد حته جبنه جنب رغيف العيش، كنا غلابه قوي. لما جت حركه الضباط الاحرار في 52 كانت حركه جيش، ما كانتش ثوره. بس في 3 شهور تحولت لثوره فورا، ليه؟ لانها غيرت التركيبه الاجتماعيه بقانون الاصلاح الزراعي، كل الفلاحين خدوا 5 فدادين،